يعني ماني كتير من الناس اللي بضل عم بشوف انه العمى هون طلع عندي شغلة، هون طلع عندي خط، لا هون مدري شو هون. حقيقة ماني هيك، اللي بيعرفني منيح بيعرف انه انا ماني هالقد. فبالنسبة لإلي الكبر هو شيء بيجي معك هيك، الله خالقنا يعني طبعا بدنا سنة نكبر الحياة هاي. سنة الحياة. ف أكيد كلنا منحب نكبر مرتبين، أكيد كلنا منحب نضل صغار يعني، بس إنه ما حدا بيضل صغير. فبس أنا ما كتير بفكر بهذا الموضوع بقد ما بمطارح طبيعة المهنة هي اللي بتخليك، يعني نحن منصير under pressure طبعا أحيانا، إنه أنت خاصة هلأ بوجود السوشيال ميديا يعني كل الوقت انه هي كبرانه ليه هيك تاركه حالها، بتقوم بتعمل شيء بيقولوا هي حاج بقى تعمل عمليات تجميل، انه بيضلوا عم بيراقبوك بيراقبوك اكثر ما انت بتراقب حالك. يعني بتكون انت منك كتير مهتم، بس هن مو معقول شو بيكونوا مهتمين، بس ما بتفهم ليش، شو ما عملت محبين.